اهلين اعزائي المشاهدين متابعينا على قناة كويت سبورت، من جديد معكم من بطولة الكويت الدولية 14 للتنس وتحديدا من الاتحاد الكويتي للتنس في نادي اليرموك. انطلاق البطولة 14 الدولية للتنس راح تكون معانا اليوم في هذه الرسالة، خلكم معنا وتابعونا لنتعرف على احداث هذه البطولة. انطلقت في يوم الاثنين 14 من اكتوبر بطولة الكويت الدولية 14 للناشئين لفئة تحت 18 سنة للتنس على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس في نادي اليرموك الكائن بمنطقة مشرف، وبرعاية رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر. وتستمر البطولة حتى 20 من شهر اكتوبر الجاري بعد المباريات التأهيلية التي خاضوها لمدة يومين، والذي تأهل منها عدد كبير من اللاعبين الذين جاءوا من عدة دول مختلفة للمشاركة بالبطولة. وضمن تصفيات الأدوار الأولى للبطولة، وكانت على فترتين صباحية تتضمن عدد 8 مباريات فردية قوية ومثيرة، وفترة مسائية بعدد 16 مباراة مكثفة رغم سوء الجو الذي كان شديد الرطوبة. كابتن محمد الغريب لاعب منتخب الكويت للتنس وأيضا مدرب في المنتخب للفئات السنية، خلينا نتكلم عن بطولة الكويت الدولية 14، كان يسبقها 13، خلينا نتكلم عن بداية تحضيركم للاعبين من خلال فترة الصيف. شنو كان التحضير، شنو كانت الخطة المعدة من خلال فترة الصيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على اللقاء. تجهيزاتنا كانت بالصيف، ما نسافر إلا بالصيف ياها اللاعبين بالمدارس وهذا، ونحاول بين فترة وفترة وقت المدارس نحاول نروح كذا بطولة وهذا. بس بالصيف لا، من أول ما خلصوا المدارس الأول رحنا السويد 3 أسابيع بطولات محلية هناك، يعني شاركوا اللاعبين اللي يلعبون تحت 18 سنة، خليناهم يشاركون تحت 18 والسن العام، فيلعبون فئتين إذا لا سمح الله خسر فئة عنده فئة ثانية. فباليوم كانوا يلعبون يمكن 3-4 مباريات من فردي وزوجي، فهذا كان شيء ممتاز. من أول يوم لآخر يوم كل يوم كانوا يلعبون مباريات، ما كان في يوم ندرب، يمكن يوم يومين دربنا بس باقي الوقت مباريات، وهذا اللي هم يحتاجونه، يحتاجون ملاعبين غير مو بس مع بعض، لأنهم يلعبون مع بعض يدربون مع بعض يكون حافظين لعب بعض، فالتقدم والاستفادة راح تكون بطيء إلا إذا هو يتدرب بروحه يسوي أشياء أكسترا بروحه. بس بالسويد كان استعدادات زينة، وبعد السويد رحنا الأردن 3 بطولات دولية نفس اللي هني ITF تحت 18، قدموا خوش مباريات خوش نتائج، وصلوا ربع النهائي أحسن من نتائج السنة اللي طافت.
وبعدها رحنا بطولات الأردن. الأردن كانوا أحسن بعد، راحوا إيران يمكن بطولة بروحهم، لعبوا النهائي بلبنان، سووا نتائج طيبة، فازوا على لاعبين زينين. فقاعد يبين شغل السويد والصيف وتجهيزات اللي جهزناها من شهر 6 قاعد يبين، والحين بعد يعني قاعدين يتقوون، قاعد يتقوون كشخصية باللياقة، وقاعدين يعرفون شلون يفوزون بالنقاط المهمة، فهذا شيء ممتاز حقهم. كلام عن يمكن في لاعبين السنة الأولى يشاركون عمرهم 13 سنة، بخبرتك كابتن محمد يوم يدخل في هذه البطولة، يعني هل هذه ممكن تكون بالعكس احتكاك وخبرة وكسب ثقة، أم إنه في ناس ممكن تقول لا هذا صغير راح يعني يتحبط؟ أنت شوف شلون هذه العملية، خاصة اللي يعني يشاركون للسنة الأولى في بطولة الكويت الدولية 13 والرابع عشر. والله بالنسبة حق الصغار زين إنك شارك، بس لاعبين يمكن للحين وايد صغار على هالبطولات 18، يعني بدر عيسى وعلي شطي ما شاء الله عليهم كبار وعندهم يعني خبرة بهالبطولات هذه، فيعرفون شلون يفوزون، شلون نقاط الضعف الخصم، يعرفون شلون يلعبون. بس ربعنا علي شطي وسوري حسين شطي وحماده شطي رزاق، هذول للحين صغار يبي لهم وقت، ولا الحين يلعبون تحت 14 سنة، يعني تحت 14 جاي يلعبون. بس إنه بالقانون الدولي هالبطولات إذا أنت ب 14 سنة تقدر تلعب، الاستفادة بتكون على حسب خصم، إذا خصمك شوية يعني مقارب مستواك تكون الاستفادة زينة، بس إذا الثاني وايد أحسن منك إني صعب، لأن الكرات السريعة راح تجي لك ما تلحق عليها. بس بالعكس ما يمنع أنه يشارك، يعني هم يستفيد وهم يتعلم، وهم نفس الوقت يشوف اللاعبين اللي عمرهم 18 أو أصغر من 18، فيه في اللي 15 في اللي 14، بس شايف شلون قاعد يلعبون شلون يتحركون، فهم زين لهم وهم زين أن يقعدون طول اليوم يشوفون هاللاعبين شلون يدربون شلون يلعبون مبارياتهم وشلون يفكرون باللعب. بالعكس هذا شيء زين، وطبعا كل ما زادت عدد البطولات الدولية كل ما كان أحسن، وحتى وقت التمرين أو وقت ما في مباريات هم قاعد يدربون ملاعبين ثانيين، وهذا طبعا يساعد أكثر أنك تلعب مع لاعب غير لاعب شوي أحسن منك أو في مستواك، هني الاستفادة تكون طبعا، وطبعا الاستفادة أكثر أن تسوي أشياء أكثر عن باقي اللاعبين، خلصت من التنس أو شيء تروح لك تركض ساعة الأربع، تروح الجيم تسوي لك، المهم تسوي أشياء زيادة عن الباقي. مجملا راضين على اللاعبين بشكل عام؟ لا والله بالعكس، اليوم بدر عنتر فاز خوش مباراة الصبح، معنا كان خسران شوية بعدين قلب المباراة وفاز فيها البطولة، هالبطولة الأولى للحين أول أدوار الأسبوع الأول، في مباريات صعبة وعلى حسب الدرو بعض المرات يمكن القرعة ما تكون في صالحك، يمكن تلعب مع مصنف الأول أو الثاني، بعدين هني تكون مباريات قوية، الأحسن يعني يلعب مباراة ما راح اقول سهله لانه كلهم مباريات زينه، وهذا ففي مباريات الاحسن على الاقل لو تفوزك مباراه مباراتين بعدين تلعب مع المصنف الاول، على الاقل يكون عندك كم فوز بمخباتك انه يعطيك دافع يعطيك ثقه بروحك، وهذا بس هالبطولات ولا شيء، بعض المرات ممكن من القرعه تطيح لك مع المصنف الاول والثاني وهذا، بس هم خبره زينه وهذا. فان شاء الله الحين عيسى قاعد يلعب وعلي شطي ما توفق، بس هذول الثلاثه اللي تحت 18 يعني املنا فيهم كبير، وهم نفس الشيء صغار حسين شطي وحماد الشطي وباقي اللاعبين أصحابهم مستقبلهم يعني حلو وهذا، بس يبي له وقت، ما راح يكون يعني سنة سنتين ثلاث، راح يبين لك بعد 5 ومن أهم نتائج منافسات هذا اليوم فوز اللاعب المصري آسر شعبان على الياباني جيني أونوس بمباراة حماسية قوية بثلاث أشواط بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد وبنتيجة 6-3 6-2 6-4.
وتغلب اللاعب الكويتي فهد الدوسري على الهندي نهال خضري بشوطين مقابل لا شيء وبنتيجة 7-5 6-4. الكابتن بدر عبد الله يعني خذ بطولة الكويت 13 الدولية للتنس، اليوم احنا في البطولة 14 وما شاء الله حققت الفوز. خلينا نتكلم بداية عن البطولة 13، هل كان لها دور بانه يكون عندك حضور نقول اكثر، خلينا نقول لياقة وايضا في التركيز في البطولة 14؟ والله وشي الحمد لله فزت مباراة حلوة اليوم، ممكن من استعدادات البطولة اللي طافت كانت خوش مباراة لعبناها وفزنا وخسرنا، بس يعني كان خوش استعداد حق البطولة الثانية والحمد لله اديت اليوم زين وفزت بالمباراة. نتكلم عن يعني طبعا عامل الطقس، يعني اكيد كان الاسبوع الماضي الجو يعني حار الى رطوبه، هل اختلف شوي الاجواء اليوم، تعدلت ولا نفس ما كانت عليه الاجواء المناخيه؟ والله اليوم يعني اليوم غير، كان اول شيء الصبح انا لعبت مباراه الصبح 9:30 كان غبار وما وايد غبار، يمكن عبالنا تكنسلت المباراه بس وهواء، فلعبت قدرت العب غير عن طبعا جو اول البطوله. اول اسبوع كان حر وهذا، الحين اليوم كان هواء وحين بس العصر تقدر تشوف الحين شويه راح الغبار. تكلم عن الغبار مضر يعني في الاداء اللاعب وايد ولا بنسبه الغبار تكون بالنسبه حق اللاعب؟ اكيد ما يعني مو زين لما تركض سبرنتات وهذا يمين يسار ما تقدر تاخذ، يمكن ممكن واحد يحوش شراب وهذا، بس يعني مع الهواء بعد اصعب انك انك تطق كراتك وهذا اصعب طبعا كبتنس. نتكلم عن يمكن اكيد المدرب شاف مبارياتك في البطوله 13 واليوم بال14 وقف وياك على اخطائك في المباريات، يعني هل قمت تعالجها من خلال مباراه اليوم؟ والله يعني كان الحمد لله الكباتن متواجدين وعرفت اغلاطي وهذا، ممكن كنت اكون كنت خسران اول جيمين بالبطوله بالمباراه اليوم، بس قدرت اقلب المباراه 6-2 6-3 والحمد لله. كانت أكثر توصيات المدربين معك فيما يخص يعني أدائك من خلال البطولة 13 عشان تعالجها في البطولة 14؟ والله يعني من خلصت أنا بطولة 13 بدينا نشتغل على أغلاط بين الفترة بين 13 و14 البطولات، والحمد لله قدرت الحين أسوي اليوم زين بالمباراة. نتكلم عن يعني أيضا يمكن بطولة وراء بطولة، هل هي بالعكس هذه تعطي أفضلية للاعب إنه يكون يدخل بالفورمة يدخل بتركيز أعلى، أما إنه بطولة تسبق يعني بطولة وراها بطولة ثانية يكون فيها تعب وإرهاق للاعب؟ والله يعني إحنا ما يمكن هذه لأن أول بطولتين إحنا من زمان ملاعبين يمكن من 3 أسابيع، فلما تدش بطولتين وراء بعض ممكن أول بطولة ممكن تكون مقصر شوي، بس بعد ثالث بطولة راح تكون جاهز أكثر وتقدر تعطي أكثر، فعلى حسب وكثر ما تشارك راح تقدر تلعب أحسن. نتكلم عن الدبل، هل راح يكون لك مشاركة أيضا؟ هل عارف منه راح يكون معك تيم مالك في الدبل؟ والله إيه إن شاء الله باكر راح ألعب زوجي مع مصري ضد بلجيكي وإيرلندي إن شاء الله. زميل معك راح؟ مصري. في من سبق أنكم لعبتوا أو عملت بروفا أو إنه أول مرة؟ لا والله أول مرة، بس يعني واحد عارفه من الصيف اللي طاف شفته. We'll be right back.
وأيضا تغلب اللاعب الكويتي بدر العبد الله على الهندي جارف بشوطين مقابل لا شيء وبنتيجة 6-2 6-3. وفاز اللاعب الاسترالي ماركو أندرجاك على اللاعب الكويتي حسين الشطي بشوطين مقابل لا شيء بنتيجة 6-1 6-0. وتقدم اللاعب الاسترالي ميشيل فرانك على البلجيكي أرنوفان بشوطين مقابل لا شيء بنتيجة 6-1 6-1. وتقدم اللاعب الإيرلندي آرثر على اللاعب الفرنسي ويليام بشوطين مقابل لا شيء بنتيجة 6-3 6-3. حسين عبد الرضا الشطي، مباريات في البطولة الثانية في هذا الأسبوع الثاني، بطولة 14 الدولية، كلمني عن مشاركة إلى الآن. يعني دائما يقولون البدايات تكون فيها خبرة، يكون فيها اكتساب خبرة. كلمنا عن مباراتك اليوم وكلمنا عن الأجواء اللي قاعد تحضر، اختلفت عليك المناخ خصوصا أن اليوم كان في الصبح، يعني الأجواء شوي فيها هواء وغبار شوي. والله بالبداية شاركت لعبت البطولة الأولى و الحمد لله انجزت مباراة كذي، والبطولة الثانية اليوم لعبت خسرت، ولعبت العصر غير عن الصبح، شوية حر الصبح وهذا، العصر أجواء أحسن ونقدر نلعب نعطي أكثر من نفسنا. نتكلم عن، يعني دائما يقولون مو ضروري ان الواحد يفوز، خصوصا اذا كان في عمر صغير في خبره اكتسبها في احتكاك، هل فعلا وجدت هالشيء من اللاعبين اللي باريتهم اليوم يعني من خلال المباريات او بطوله ال14؟ والله اليوم باريت واحد استرالي، ونفس ما تقول مو لنفوز حق عمرنا، احنا اول بطوله نشارك فيها تحت 14 مع ناس وايد اكبر منا، احنا داشين البطوله نحتك مع اللاعبين الكبار وعشان نطور من نفسنا حق لما نوصل يعني أكبر ونحتك معهم ويعني نطور من نفسنا أكثر. كلام عن الدبل، هل اسمك مسجل بالدبل؟ راح يكون لك مباريات في الدبل ولا لعبت خلصت؟ إيه إن شاء الله باكر لعب دبل وبس. تيم مالك هل لعب معه من قبل ولا جديد يعني؟ إيه لعبت مع البطولة الأولى ITF والحمد لله فزنا أول مباراة وخسرنا الثانية. من هو التيم عاد راح يكون؟ لاعب هندي. تكلم عن القرعة، هل ليه الحين تحس انها قاعد تحطك مع مصنفين شوي اعلى من مستوى، ام انه يعني هو بالاخير هم يظل كونها مشاركة اولى قاعد تستفيد من الخبرة والاحتكام؟ والله مع ان القرعة يعني مو وايد زينة، بس انا تشوفها زينة حق نفسي عشان اقدر احتك معاهم اللاعبين الكبار واقدر اطور من نفسي. تكلم عن مدربينك، هل تابعوا لك المباريات سواء في البطولة 13 او حتى اللي اليوم صارت، قاعد يوقفون معك على الاخطاء؟ شنو اكثر الامور اللي ركزوها معك قالوا لك يعني انت كانت اخطائك بهذه الناحيه؟ والله كل كباتن قاعد يطالعون المباريات حق لاعبينهم وكذي، وقاعد يعلمون اخطائي بالمباريات عشان اقدر اصححها واكون احسن ان شاء الله بالمستقبل. كانت اكثر اخطائك يعني يوم كلموك عليه؟ بالفورهند والحركه شويه. تكلم عن معدل اللياقة، هل ان البطولة صارت بطولتين وراء بعض هذه فايدة لك كلياقة ولا ولا التركيز، ام ان ارهاق انت تشوف؟ لا اشوفها فايدة كبيرة.
من صعوبة أوضاع الطقس، إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة تواصل دورها الفعال ونشاطها المتميز بتوفير كافة الإمكانيات للاعبين والحضور لنجاح هذه البطولة وتطوير مستوى اللاعبين. اللاعب فهد محمد الدوسري من نادي خيطان مشاركة في بطولة الكويت الـ14 الدولية للتنس، يعني كلمنا عن مثل هذه المشاركة، يعني بالنسبة لكم أنتم شلون تشوفونها كفائدة بالبداية خصوصا باحتكاككم مع لاعبين دوليين؟ والله صراحة الحمد لله حققت الفوز وكانت مباراة قوية، وثاني سنة لعبها من هالبطولة وكانت صعبة حيل، فأول مرة أشوف هاللعيب الجدد، صعوبة يعني يكون ان اللاعب يكون مو عارف انت عنه شيء او انك مو مطلع عليه، لكن عنده تصنيف خصوصا في لاعبين اوروبيين، هل هذا الامر يكون في صعوبة انك تتفاجأ بالمستوى او بطريقة اسلوبه باللعب؟ لا صراحة احنا صارنا فترة ندرب برا مثلا بالسويد وكنا ندرب فرنسا، فعلى ما تعودنا على اللعيب الثانيين فالحين بس نلعب على لعبنا وما ندور نقاط ضعف الثانيين. ممتاز، خلينا نتكلم عن الاي تي اف، فيها النقاط وفيها تصنيف، تعطي دافع لكم اليوم كلاعبين؟ بصراحه اكثر اللاعبين الكويتيين لعبوا زين اليوم، واللعب ضدي كان قوي وانا ما ادري شلون فزت الحمد لله، يعني كانت عندي مشاكل باللعب لكن الحمد لله فزت. نتكلم البطوله 13، هل شاركت فيها ام شاركت فقط في الاربعه؟ شاركت بال 13 وفزت بالجدول لكن خسرت بالدور الثاني. ضغط البطولة انها خلصت الـ13 ومباشرة دخلت الـ14، هل هذه فائدة لكم انتم اليوم كلاعبين ام انها تسبب عليكم عبء وتعب؟ اول شيء فكرت انه ممكن تعب، لكن هذا اصلا لاعب تنس لازم يتعود على هالطبيعة، ف يعني اللاعب تنس مفروض يلعب اسبوعيا كشكل عادي، لكن احنا الكويتيين مو متعودين على هذا الشغلة، ف لازم نتعود عليها، هذه مو شغلة غلط عليهم، غلط علينا احنا. ممتاز، نتكلم عن المعسكر او المباريات اللي مثل ما ذكرت خضتوها في فرنسا والسويد، هل تشوف ان هذه المعسكرات اثمرت ام كان يفترض ان في استمراريه؟ لان انا اعرف دائما ان عدد البطولات اللي قاعد تصير عندنا بالكويت انتم تشتكون تقولون مو كافيه ودنا نلعب اكثر. صح، لان احنا بالكويت تجينا بطولتين بالسنه وهذه كلش مو كافي، اللاعب يحتاج خبره وعلى السنين الخبره هي اللي تفوز اللاعب بالمباراه. ف بالسويد الحمد لله قعدنا نلعب بطولات، يعني 3 بطولات ورا بعض، 4 بطولات، ومن هذا قدرنا نتطور، لأن الحين اللاعب التنس كمستواي بس يحتاج الخبرة. كلام أخيرا عن يعني بالنسبة حق دراسة، أنتوا اليوم طلاب، هل هذا الأمر مسبب لكم مشكلة وعائق كون أن المباريات قاعد تصير في النهار وأيضا فترة العصر ممكن تتزامن مع فترة اختبارات؟ والله كان عندي بعد اليوم اختبارات اضطريت اغيب، بس عادي يعني ما في شيء صعب علينا، احنا المفروض نكون جاهزين نخلص المباراه
بعدين على طول نروح المدرسة، وإذا بنغيب عادي. معلمينك متفاهمين الموضوع يعني؟ متفاهمين والحمد لله مشجعين على الموضوع هذا، وإن شاء الله يعني يكون استمرار يعني شلون اشرح لك يعني اداء التقدير المعلمين وايضا استمرارك بالبطوله. مقدرين الحمد لله، وان شاء الله يوم الحين اخر مره جاني المدرس المباراه وجاء شجعني، فهذه شغله تساعدني انا بالمباراه. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بالرسالة القادمة من بطولة الكويت الدولية 14 للتنس. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.